نقول طبعا لرجال الكره الطائره الف مليون مبروك التتويج ببطوله الدوري العام للمره الثالثه على التوالي وللمره 32 في تاريخ النادي الاهلي. طبعا منذ يومين النادي الاهلي كان بيلعب المباراه النهائيه او المباراه الختاميه، مش النهائيه، الختاميه مع الفريق الزمالك، خسر 3-1 وكانت المباراه زي ما انتم عارفين تحصيل حاصل. عايز اقول لكم ان كابتن محمد مصالح ميدو فضل ان هو يريح اللاعبين لان احنا عندنا مباراه كاس مصر قبل نهائي كاس مصر مع نادي الزمالك ايضا، ودي مباراه مهمه يوم الاثنين الجاي. طبعا كابتن محمد مصلحي ما بصش لمكسب قريب وخساره بعيده، ولكن هو بص ان هو ما فيش مشكله خالص، ريح اللاعبين، لعب باللاعبين اللي ما كانوش مجهدين. احنا مجهدين النادي الاهلي في الطايره، كل اللعيبه طبعا على مستوى واحد، ولكن بيبقى في لعيب مجهد، في لعيب اتحمل عليه، كل اللعيبه المجهده ريحت وقدرنا نحصل على البطوله الحمد لله، ما عندناش اصابات، هنخش على كاس مصر الهدف هي البطولات وليست زي ما قلنا المباريات. الف مبروك كابتن محمد مصلح ميدو، والحقيقه زي ما وعدناكم كاميرا الابطال بتبقى موجوده في كل الاحداث المهمه، الكاميرا كانت حاضره الماتش وصورنا تقرير مع الجهاز الفني واللاعبين، نشوف التقرير وارجع لحضراتكم. الحقيقه طبعا ده موسم استثنائي بكل المقاييس في كل حاجه، يعني كان تحكيم، تدريب، فرق، مباريات، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نخلص الموسم تقريبا، ناقص لنا الاسبوع الجاي نكون خلصنا موسم، وانا بعتبره ده انجاز. ليه الانجاز؟ لان الكورونا واللي اتعمل في الاكواد الطبيه للفرق وحاجات كانت كتيره جدا جدا الحقيقه، والحمد لله حافظنا عليها، والحمد لله يعني ما فيش غير يعني عقبه واحده كده صدفتنا وان شاء الله بتتحل يعني، لكن الحمد لله ان احنا قضينا موسم ما كناش بصراحه منتظرين هو ينتهي بهذه الصوره يعني. الحمد لله رب العالمين، يعني الفرقه عملت اللي عليها وزياده، اولاد بصراحه ما قصروش خالص، خصوصا الموسم كان في منتهى الصعوبه، احنا لسه ما خلصناهوش كمان، يعني عندنا كاس ان شاء الله يوم 21، ماتش مهم جدا مع نادي الزمالك في النهائي. الموسم عامه يعني تقدر تقول كده ان هو كان صعب من اوله، لان الفرقه كانت يعني منتخب حوالي واخد 9-10 من لعيبتي، تقدر تقول برضو ان الخساره بتاعت المنتخب اثرت جامد جدا في البدايه عندي، لغايه لما الحمد لله كسبنا البطوله العربيه، قدرنا ان احنا نقف على رجلينا، كسبنا البطوله العربيه، وبعديها على طول جه بقى فيروس كورونا وقفل الدنيا، كانت في منتهى الصعوبه ان انا ارجع الولاد تاني في خلال 6 اسابيع ونلعب الدوري، ان احنا نقف مع رجليهم. الحمد لله قدرنا نعمل دوت ونكسب الدوري قبل نهايه البطوله بماتش الزمالك. حبيت طبعا ان انا المره دي اجرب ناس صغيره، الحمد لله يعني كان نفسي يبقى الاداء طبعا احسن من كده، لكن انا راضي جدا عن اداء عبد الرحمن الحسيني النهارده، ناشئ تحت 19 سنه بيلعب تحت ضغط ماتش الاهلي وزمالك، راضي عن اداءه وان شاء الله يبقى احسن من كده بكثير المرات الجايه ان شاء الله. طبعا كان في اجهاد شديد جدا على اللعيبه، لعبنا البطوله العربيه ربنا وفقنا بيها، حصل توقف عشان الجائحه بتاعت كورونا 5 اشهر، اتجمعنا 1/8، طبعا اللعيبه كانت واخده تدريبات خاصه في البيوت مع المدرب ومع الممرن. حضرتك اول ما اتجمعنا في شهر 8 كان الهدف بتاعنا ان احنا نكمل التمام مباريات بتاعتنا بنفس الجهد ونفس التقدم اللي حصل في الراون الاولاني. الحمد لله رب العالمين، بشكر اللعيبه، عندنا لعيبه ناشئين وشباب ولعيبه كبار، قدرنا نحسم الامور، مش اول مره نحسم الدوري قبل نهايه ميعاده، لا الحمد لله رب العالمين احنا متعودين على كده. بشكر اللعيبه طبعا، شهر ونص ترجع بفورمتك او ترجع لاحسن فتره، يعني احسن حاله فنيه ان اللعيبه تؤدي بالشكل دوت، بشكرهم جدا، بقول لهم الف مبروك وعقبال الكاس ان شاء الله رب العالمين. يوم الاثنين عندنا قبل النهائي ان شاء الله مهم جدا، هنركز له، هنفرح النهارده وبكره، يوم الاربعاء ان شاء الله نبتدي نرجع تاني لتمريننا لتركيزنا، هتلاقي الموضوع متغير خالص عن النهارده. يا كابتن مؤمن ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله، كلنا وراك وكلنا معاك، مستنيك ترجع للملاعب تاني وتهدف تاني. طبعا اللعيبه كلها بتحبه، طبعا نجم كبير وياما متعنا، فدي اقل حاجه نقدر نقدمها له. الحمد لله ببارك للجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على الدوري النهارده، قدرنا حسمنا الدوري من ماتش الجيش، والحمد لله يعني عندنا الفتره اللي جايه ماتش الكاس مع قبل النهائي مع الزمالك، الجمهور ان شاء الله زي ما عودناهم كل سنه بالثلاثيه ان شاء الله. احنا الحمد لله احنا خدنا بطولتين، الدوري بطوله عربيه شهر 1 والدوري النهارده، وان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله الكاس يبقى في الجزيره ان شاء الله. ألف
ألف مبروك لفريق كرة الطائرة رجال. الحقيقة يعني فريق من طراز يعني فريد. الحقيقة شو ما شفنا في التقرير هم عينيهم على الكاس. اللعيبة مش مبالغة ولكن هم يعني الواحد بيستمتع لما بيشوف لها مباراة أو بيشوف لها أيضا تقرير. الحقيقة برضو كرة الطائرة